مرحبا وأهلا فيكم في قناة ساينتست جو. الفكرة من القناة أنه إحنا ننشر المعلومات كيف الواحد بيعمل بحث علمي. راح نبلش من أول خطوة اللي هي من وين بدنا نجيب أي معلومة. في الجامعة، في أي مكان في العالم، سمعت عن برنامج، سمعت عن موضوع جديد، بدك تشوف إيش الأبحاث اللي مشغولة عليها. نشتغل على أكثر من ويب سايت بيطلع لنا الارتيكلز، البحث العلمي في الإنجليزي اسمه articles. فلما نيجي ندور على articles على في البحث، نيجي مندور بداية في عنا أكثر من موقع. أول موقع رح نشتغل عليه اللي هو جوجل سكولر. بكل بساطة أنت على أي صفحة جوجل تكتب بس جوجل وسكولر، بيجي معها بطلع عندك موقع جوجل سكولر. جوجل سكولر هو الموقع اللي من واحد من البرانشز تبعون جوجل اللي مندور فيهم على اللي بيعطيك كل إشي علمي، يعني هو عالم الجوجل. فبتبلش هنا ممكن تطلع أي شيء بخطر في بالك، سمعت عن أي اسم جين، سمعت عن أي إشي اشتغلت عليه، بريست كانسر، جري يورينري تراك، أي إشي. فقط اكتب هنا أي إشي. احنا رح نبلش اليوم مثلا نحكي مثلا البريست كانسر وبتعطي اوكي. عندك هون الموقع بيطلع لك كل اشي بيعتمد عليها من التسعينات، سبعينات، ثمانينات، ما في مشكلة. في عندك هون خيار اذا عندك بدك تطلع ريفرنس جديدة، بدك تشوف شو اخر الابحاث المنشورة في هذا الموضوع، تقدر تيجي هون على من اي سنة بدك اياها، حتى ب 2020 بس. هون بدك اشي بس من 2016 2019 براحتك اختار. في عندك سورت، في عندك البيشنت، تحب حتى تبحث على اسماء معينة. واحدة من التريكس في هذا الموقع كيف ادور على اشي معين طويل، يعني ما بدي بس بريست كانسر، بدي بريست كانسر مع اسم دواء تاني، ما بجي بحطهم مع بعض، بتحط بيناتهم فاصلة. اي اسم دواء بخطر في بالك، يعني بس حط هون دراجز مثلا بيعطيك هو الدواء اللي بيشتغل عليها، زي هيك بريست كانسر دراجز. بلش هون تقدر تفتحه وتشوفه. طبعا لاني حاط 2020 ما بيعطيني الا 2020، وهذا شغلة من مميزات هذا الموقع المرتب. بدك تحط على اي اشي ثاني، اي اشي بخطر في بالك. هارت بيعطيك كل اشي عن الهارت كامل، شو اي اشي بخطر في بالك، حتى لو عندك بحث في الجامعة، حتى لو في المدرسة طلب منك شغلة بتقدر تطلع من هون اي اشي. وهذا الموقع مش بس بالانجليزي، برضو بالعربي عادي. حط هون كلمة القلب، افتح لك كل اشي في القلب، افتح لك الريفرنس، افتح لك كل اشي عن الموضوع. بس احنا خلينا في الانجليش عشان هو المستخدم حاليا. عشان ما اطلع من هذا الموضوع ما اكونش منهي، كيف نعمل منه ريفرنس؟ طبعا راح يكون عندنا حلقات للامام، يعني على موضوع على موضوع ويب سايت للبحث العلمي، وبعدين كيف نعمل ريفرنسينج. لكن قبل ما اطلع من هون بنقدر نشوف من الارتكل هاي كم واحد عامل له سايتيشن. من وين اجيب سايتيشن؟ بتضغط على هاي سايت. هون في عندنا خمسة من الستايلز تبعت السايتيشن، لكن اكثر واحدة مستخدمة اللي هي الاي بي اي، هاي امريكان اشي يعني طويل. فنقدر ناخذ من هون كوبي ونحطها على الفايل تبعك، وهذا احنا بنسميه مانيوال. او في عندنا سوفت وير لقدام راح اشرح عنهم برضو، اللي هي مندلي واند نوت، وفي اكثر من واحد تاني، لكن اكثر اثنين مشهورين اللي هم الاند نوت، لكن الاند نوت بفلوس، والمندلي اللي هو بلاش. لكن ريفرنس مانيوال بنقدر ننزله لحاله بيعطينا اياه زي ما هو هيك. وهيك بكون خلصنا اول ويب سايت ممكن يساعدكم في الدراسة. واهلا وسهلا فيكم، ويسعدكم ويبارك في عمركم.